يعني الحين بس هذا تحت الطاولة قاعدين يتكلمون عنه، يعني المفاعل النووي في بوشهر في إيران، في إيران. الحين احنا عندنا الخليج، عندنا محطات تحلية المياه من الخليج، هالماي اللي نشربه، هالماي اللي نتنظف فيه، هالماي اللي نسقي يعني حدائقنا وأراضي الوفرة وأراضي العبدلي، كلها مياه تحلية مهو. بس إذا صار شيء حق المنطقة هذه، منطقة الخليج، مياه الخليج إذا صار لها شيء، الدول كلها راح تتأثر. آه، ولذلك هذا مفاعل بوشهر اللي هو يطلع على الخليج، لو لا سمح الله، لا سمح الله يتم تفجيره أو ينفجر أو يصير، أو يصير تسريب، أو يصير له تسرب، أو لا تسدح على اليال، إحنا ما تسدح على اليال وندعو شنو، ما عندنا غير إن شاء الله ما نوصل لها، إن شاء الله ما نوصل لها المرحلة هذه.